السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت، أي أنس: يا رسول الله، إنا آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن القلب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. سبحان الله. هذا الحديث العظيم
أيها الإخوة الكرام، فيه فوائد جليلة وعظيمة. أولاً، إثبات صفة عظيمة لله، وهذه من عقائد المسلمين، أنه إذا جاءت صفة أو اسم لله عز وجل في آية كريمة أو في حديث صحيح صريح، فإن المسلم يثبت ذلك الاسم لله وتلك الصفة. ومن بين هذه الصفات التي وصف بها النبي الكريم الله سبحانه وتعالى، إذ ربنا هو الذي وصف نفسه وعلمه للنبي الكريم، أن لله أصابع، أن لله أصابع تليق بجلاله وجماله، نثبتها كما أثبتها صلى الله عليه وسلم. لا نسأل كيف هذه الأصابع، ولا نسأل كم هذه الأصابع، كما أن لله يد، كما جاء في قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. فإن لله يد تليق بجلاله وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى، نثبتها كما جاءت، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نثبت لله صفاته ونمرها كما جاءت. كما جاء في الأثر قال: مروها كما جاءت، أي لله يد نثبتها. لا نتفلسف، هل هذه يد الله مثل يد الإنسان؟ طبعا لا، كما أننا لم نرى وجه الله، فلله صفات تليق بجلاله، لكن المؤمن يثبتها، لكن المؤمن يؤمن بها ولا يتفلسف، هل هي مثل يدنا؟ هل أصابع مثل أصابع بني البشر؟ لا. وقد جاء في حديث آخر أن، وهو في البخاري، أن يهودي حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علماء اليهود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أو يا محمد، إن الله عز وجل خلق السماوات ووضعها في أصبع، وخلق الجبال ووضعها في أصبع، وخلق الأشجار ووضعها في أصبع، وخلق البحار ووضعها في أصبع، وعد خمسة أمور أو ست. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال أهل العلم تقريرا لقوله، أي نعم، الله خلق هذه الأشياء، فلما لا تؤمن به صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الحديث، هذا الحديث الذي ذكرناه، الذي أخرجه ابن ماجه في سننه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أي أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. بل جاء عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان من أكثر حلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكثر ما كان يقسم به، كان يقول: لا ومقلب القلوب، كان إذا أقسم دائما أيضا يذكر بهذا القلب. لذلك معاشر إخوتي الكرام، هذا القلب الذي خلقه الله تعالى في الإنسان، ما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب كثيرا. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر، أشد تقلبا من القدر يوضع فيه غليانا، هذا القلب يتقلب كثيرا، أشد من القدر إذا وقع فيه ماء ثم صار هذا الماء حارا وصار بعد ذلك غاليا، أي يتقلب من غليانه، فكذلك القلب. بل جاء في حديث آخر يصف ويشرح ويقيد هذا الحديث، وهو أيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال صلى الله عليه وسلم:
إنما سمي القلب لتقلبه. لماذا سمي هذا القلب؟ يتقلب، تجده اليوم مقبل وتجده غدا معرض، تجده اليوم راضٍ وتجده غدا مسخط، سبحان الله، تجده اليوم محب للطاعات ثم تجده بعد ذلك مدبر. وبعض الأحيان بعضهم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يتقلب هذا القلب سريع الانقلاب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب من تقلبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا على ظهر. هذا القلب وصف صلى الله عليه وسلم مثل ريشة تعلقت في أصل شجرة، الريشة خفيفة جدا، لو نفخت أمامها لطارت، فكيف إذا هبت عليها الرياح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا على بطن. ما زال الريح يلعب بهذه الريشة، وما زالت الريشة متعلقة بهذه الشجرة. ما هي هذه الرياح التي تقلب هذا الريش أو هذه الريشة؟ الريشة هي القلب، والرياح هي رياح الفتنة، ورياح الذنوب، ورياح الشهوات، ورياح الشبهات. في أصل شجرة، الشجرة هو الإسلام، هو الإيمان، هو التوحيد. أيها الإخوة الكرام، لما كان الأمر كذلك أن القلب تقلبه الرياح، رياح الفتنة والشهوات والشبهات، من الله على هذه الأمة أن الله عز وجل من عليهم بأمور إذا تمسكوا بها ثبت هذا القلب في إيمانه، وثبتت هذه الريشة معلقة في أصل شجرة لا تؤثر فيها الرياح ولا تقلعها من هذه الشجرة الإسلام والتوحيد. هذه الثوابت إذا حافظ عليها المسلم وتمسك بها فإنه بإذن الله هذه الرياح وإن قلبته وإن أثرت فيه لكن لا تقلعه أبدا عن دينه ولا تخرجه أبدا عن إسلامه. أعظم هذه الثوابت أيها الإخوة الكرام، وهو المفتاح، من وفق إلى هذا الثابت العظيم لدينه وهو المفتاح لجميع الثوابت الأخرى. هذا المفتاح عظيم أيها الفضلاء، من وفقه الله إليه ويسره الله عليه، لأن بعض الناس يجد فيه صعوبة، وبعض الناس يجد يستغرب حينما يرى عباد الله يكثرون منه. إنه ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم ما يثبت في هذا الدين، كثرة ذكرك لله. لذلك وأنت تقرأ القرآن أيها المسلم الكريم، سبحان الله، لن تجد شيئا أمرنا الله أن نكثر منه إكثارا عظيما مثل ذكره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لم يأمرنا الله أن نكثر من شيء كما أمرنا الله نكثر من ذكره، أن نكثر ذكر الله. لذلك لما سئلت عائشة عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يذكر الله على كل أحيانه، ماشيا وجالسا ومتكئا عليه الصلاة والسلام ومصليا في كل أحيانه وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب الذي جمع له الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني، يقول: قال: وأما السكوت، انظر، قال: وأما السكوت لغير قراءة أو ذكر أو دعاء ليس مأمور به. الإنسان يسكت طول رحلته، يسكت وهو في سيارته طول مسافة رحلته، لا يدعو الله ولا يقرأ. قال: هذا ليس مأمور به، ليس من السنة، بل السنة أن نكثر ذكر الله. ثم قال: وكثرة السكوت تؤدي إلى وسوسة القلب، فإذا رأيت رجل صامت تجول به الأخطار وتجول به الأفكار، تأخذ به يمينا وشمالا
وقد تحزنه حينما يكثر النظر وحينما يكثر التفكير فيما لا فائدة منه، قد تأخذ به إلى قلبه لا يرضيه ولا يرضي ربه سبحانه وتعالى. لذلك معاشر الإخوة الكرام، أعظم ما يثبت هذه الريشة في هذه الشجرة في هذه الشجرة التي تؤثر فيها الرياح كثرة ذكر الله عز وجل. لذلك انظر واسمع عاقبة الله، أمر الله المسلم إذا لقي الكافر في أرض الجهاد وقد رفعت السيوف وظهرت أباريق السيوف وانخلعت القلوب، قال الله للمؤمنين آمرا لهم أن يثبتوا ولا يفروا، ووضع لهم شيئا عظيما يثبت أقدامهم في أرض الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لا يجوز للمسلم أن يفر. ثم قال الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعظم ما يثبت عند الفتن كثرة ذكر الله. هذا نبي الله موسى الذي أرسله إلى أفجر وأطرى إنسان عرفته البشرية هو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. أرسل الله موسى إلى فرعون. فرعون يحتاج مؤمن قوي الإيمان يثبت عنده، فقال الله تعالى لموسى اذهب يا موسى أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لا تنيا أي لا تضعف في ذكري، اذهب إلى فرعون أكثر من ذكر الله عز وجل، اذهب إلى فرعون إنه قضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما الأمر الآخر أيها الفضلاء وهو واضح ومبين في هذا الحديث، وهو الذي يثبت إيمان المؤمن في قلبه ويثبته على توحيد ربه، هو ما جاء في الحديث يا مقلب القلوب الدعاء. كثرة الدعاء أيها الإخوة الكرام أن يفر المؤمن إلى الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا صادقا أن يثبته الله في الدين، لأنه لا يعرف هذا القلب هل يثبت أو لا. وهذا الحديث فيه فائدة أخرى، أن المسلم أيها الفضلاء حتى وإن كثر في طاعاته وأكثر من العبادات يبقى دائما يدعو الله عز وجل أن يثبته، لأنه لا يعلم ما هي نهايته. لذلك جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبينه أي موت فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله السلام والعافية. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، أنك أيها المسلم لا تظن أنك وإن كنت مؤمنا موحدا وإن كنت مقبلا لست معرضا لست من أهل الجنة. إلى الآن لا تعلم هذه الرياح هل تأخذك ولا تقطعك من الشجرة، فمحل هذه الثوابت. ومن أعظمها أيضا أيها الفضلاء كثرة الدعاء لله عز وجل أن يثبتنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم خذ بأيدينا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اختم لنا في هذه الدنيا بخير يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على إيمانك وتوحيدك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين.
فزق قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت العزيز الوهاب يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الممات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل هذا البلد بلداً آمناً مطمئناً رخاءاً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذا البلد بسوء اللهم أشره في نفسه واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح شؤون المسلمين. اللهم أصلح أحوالهم. اللهم ارفع الظلم عنهم. اللهم ارفع الفتن عنهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في سوريا اللهم كن لهم معينا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين في اليمن يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين واعتداء المعتدين يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنهم الفساد والمفسدين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في السودان اللهم أنزل عليهم أمنك ورحمتك. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين واعتداء المعتدين وفساد المفسدين. اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم انصر الإيمان بينهم. اللهم ول عليهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في مصر يا سميع الدعاء. اللهم كن لهم معينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ول عليهم خيارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تول على المفسدين. اللهم لا تول على المفسدين. اللهم لا تول على المسلمين المفسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ الجزائر من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ول على هذا البلد العظيم. اللهم ول عليه الأخيار الصالحين المصلحين. اللهم لا تول عليه الفاسدين المفسدين. اللهم انشر الأمن في ربوعه. اللهم من أراد بهذا البلد ظلما وسوءا وفتنة وحربا وتقتيلا اللهم اجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ول على هذا البلد العظيم. اللهم ول عليه الرجال الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض وغاربها. عباد الله إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.